يقول في مسجد حينا لاحظت الإمام وبعض المصلين يكثرون التنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر بحجة أن الأذان يرفع قبل طلوع الفجر فيستمرون في التنفل حتى قبيل موعد الإقامة بخمس دقائق ثم يصلون سنة الفجر في تلك الدقائق بحجة أن الفجر لا يطلع إلا في تلك الدقائق الخمس الأخيرة، فما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز الشذوذ عن المسلمين ما دام المسلمون يعني يثقون من التوقيت والتقويم على أنه على والأذان على أنه على الفجر، ألا تشذ عنهم يا أخي؟ ألا يجوز بعد الأذان إذا كان الأذان على الفجر إلا راتبة الفجر قبل الفريضة، والتهجد والتنفل غير الراتبة انتهى بطلوع الفجر، وأن تكون مع المسلمين ما دام المسلمون واثقون من هذا التوقيت ومن الأذان المؤذن فلا تشذ عنهم. نعم.